Bonjour nos chers élèves, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Assalamu alaikum أعزائنا الطلبة الصف السادس. هذا اليوم نبدأ وياكم درس جديد من مادة اللغة الفرنسية، وهذا الدرس إن شاء الله راح نوضح كيفية الإجابة على ورقة الأسئلة. وإن شاء الله نبدأ بآخر نموذج العام 21 اللي امتحنوا به الطلبة العام الماضي، ونوضح كيفية الإجابة على ورقة الأسئلة. عزيزي الطالب، امتحان اللغة الفرنسية عادة في الغالب يكون 5 أسئلة عندك، فيها تحتوي على سؤالين أو أكثر بهن الآ والبي. وهذه الأسئلة يعني أسئلة اللغة الفرنسية في الغالب تكون على القواعد، مثلا الأزمنة 20 درجة، على البخونو غولاتيف 15 درجة، ليبخونو الضمائر 15 درجة، وعد البلوغية للجمع 10 درجات، السينونيم 10 درجات، المعاكس الكونتخي أيضا تجي عليه 10 درجات، وعدنا الاستفهام تجي عليه 10 درجات، وحروف الجر 10 درجات. قطعة خارجية احنا ما عدنا قطعة خارجية ولا عندنا إنشاء، فتركز على هذه الأسئلة. وأسئلة الحوارات عليهن 15 درجة، الحوارات أو أحيانا تجي عليهن 10 درجة. عزيز الطالب، ننتبه على هذه النسخة. هذه النسخة الموضحة أمامك هي نسخة، هاي النسخة طبعا العام 21، هاي الدور الأول، الوقت 3 ساعات. عندنا هذا السؤال الأول، تنتبه على هذا السؤال الأول. هذا ايش عندنا بالسؤال الأول؟ يقول لك هذا بالسؤال الأول اكريفي، هذا السؤال الأول اكريفي افغي يعني صح، و اوفو تحفظ هاي الكلمتين افغي اوفو بوغ 5 افغاز، هذا عليه 15 درجة. اوكي، السؤال الأول عندنا هنا دوغومي، يعني عندنا جون دوغومي دوا بيي تخوا فاكتور. احنا عندنا هذه خطأ، لان دوغومي المفروض ما يدفع التخوة، المفروض هاي الكلمة هنا السر، هذه الكلمة التخوة هي هو كاتر، عنده 4 فاتورات كان المفروض، فهنا نقول خطأ، وهنا بالمنطق السؤال ما طالب من عندنا نصحح الخطأ. السؤال الثاني دوغومي سي اغي بلو دويت منت مينت ابيكال باغسكو اني افي بيرسون سوغليخ. طبعا هذا الكلام هو صحيح، لكن جون دوغومي سي بلو دويت منت ابيغال باغسكو اني افي بيرسون سور لوغ. طبعا هو صحيح توقف اكثر من ثمان دقائق بالبيغال، لان كلكا ا سيني لو سينات دولار، كلكا ا تيغي لو سينات، لان شخصا ما سحب جهاز الانذار، مو لان ماكو شخصا على الرصيف. هذه موجودة بالفليب اوغست، اذا هذا الجواب خاطئ. الطالب والطالبة اللي ما فاهم الحوار، هذا موجود بالحوار الثاني، اللي ما فاهم الحوار ما يقدر يجاوب هندني. اوكي، لان احنا هنا عندنا محطات، كل محطة صار بها حدث، بالبيغال تأخر اكثر من 8 دقائق، وبالفليب اوغس جون دوغومي لم يتوقف، وعندنا بالمحطة الاليسي جون دوغومي كومونس اغير، بدأ يحلم. السؤال الثالث دوغومي فخابي على بورت دو بروبريتي، طرق باب المالك، مالك الشقة مالته او الاستوديو، بوغ لوي دوموندي دو روباري لاسانسير، هذا الكلام خاطئ. جون دوغومي طرق باب المالك لكي يطلب من عنده مدة تأخير دفع الأجار، إذا هذه خطأ. فو 4 La princesse qui a façonné Dugumé paraît indifférent au bijou. تبدو هي غير مكترثة، صحيح غير مكترثة للمجوهرات، فهذه بغي. مرة من المرات حذف هذه الكلمتين، هذه الكلمتين إذا نحذفهم احنا، بس نحذفهم تصير هنا خطأ. ديفيرون انديفيرون، واضح؟ ديفيرون مبالي يعني مهتم، انديفيرون غير مهتم، فهذه تنتبهون عليها. اوكي، انديفيرون او بيجو، يعني هذه الكلمه مثل بوسيبل و امبوسيبل، هاي الكلمه تركزون عليها، لا يغير بها، لان مرات يغيرون بهذه الكلمه، فتنتبهون لها.
دوغومي إيتان كونتكتور دو مترو. صحيح، ودوغومي هو قائد مترو أو سائق مترو. أكلكو أني دو لا غوتخي، بعض السنين ويحال إلى التقاعد. إذن هذا صحيح. لا ليسون إي إنويوز بوغ دوغومي. الدرس صحيح كان إلى بالنسبة لجون كان مزعج. هذه الكلمة كلمة مزعج بالنسبة إلى جون دوغومي. فهنا عندنا جواب. هذا انتهى السؤال، وهذا السؤال عرفنا عليه 15 درجة. البي، الفرع بي من هذا السؤال، الفرع بي يقول دوغومي دوني اللي السنونيم يريد المرادفات بوغ لخمس كلمات. هذه الكلمات طبعا مرادفات محددة وبالكتاب جت محددة، يعني كل حوار كل محاورة بها مرادفات ومعاكسات واستقاق الاسم. هذا ما ذكرناه لأن موجودات نصا بالكتاب. السؤال هذا السؤال ضمائر الوصل خونو غولاتيف. هاي كلمة غولاتيف تركز عليها، هذه الكلمة الغولاتيف يعني ضمائر، ضمائر وصل، ضمائر الوصل عليهن 10 درجات. لفليغ هاي الورود كو جي اشتي، احنا عندنا هذا الضمير الكو اذا اجى بعد بعد الفراغ فاعل وفعل، وهذا اشتي هنا عندنا تطابق ويا الابواق. لما نشوف تطابق يعني هنايا خلي ضمير الكو كاشتي سون غوج، يعني لفليغ الورود كي جي اشتي، جي اشتي سون غوج، الورود اللي اشتروهن كانت لونهن احمر. هنا بعد الفراغ اذا وجدنا فاعل وفعل وهذا الفعل ما ياخذ حرف جر فنستعمل كو. هنا عندنا هذا لفليغ عن الورود. لا كابيتال هاي خليناها بلون مغاير، الكابيتال يعني عاصمة. نو فيفون نحن نعيش، سابيل بغداد اللي نعيش بها هي بغداد. وين يعني؟ لان هذا الكابيتال اول شيء قبل الفراغ وجدنا مكان، وبعد الفراغ فاعل وفعل ياخذ حرف جر. هنا ممكن هنا الفعل فيفغ، او نقدر نخلي هنا ابيتي، حتى اذا نقول اذا نخلي هنا الفعل هذا الابيتي يعني الفعل ابيتي ممكن، اوكي، او الفعل ناتخ يولد ممكن، هذا الحال يمكن يصير الحال. يعني هاي حتى اذا اضيف بقية الافعال يصير، يعني بدل هذا الفعل يعيش بالفعل يسكن ممكن الحل نفس الحل. جومو فعل سوفونير يتذكر، دو جوغ هنا جوغ حالها حال هذه جوغ يذكر اليوم، و نو نو سام رونكون التقينا بي. وش وقت التقينا؟ دون سو، دون سو جوغ يعني في ذلك اليوم. يعني هنا عندنا قبل الفراغ مكان، وبعد الفراغ فاعل وفعل يأخذ كومبليمون دوبجي عندي غير، يعني ياخذ الفعل ياخذ حرف جر، وخاصه هذا حرف الجر تركز عليه هذا الدون، اوكي هذا حرف الجر الدون يعني في، يعني من اللي نخلي هذا حرف الجر شو يكون الحل مالتنا؟ يكون الحل هو نخلي او. ال راكونت ان استوار يعني هي روت قصه، كي هنا بعد الفراغ لما نلقى فعل بعد الفراغ تركز لي هنا بعد الفراغ ماكو فاعل، بعد الفراغ لما اكو فعل نستعمل ضمير كي. سي روبرت او روبرت كي اوبلي بالباس كامبوزي هنا ايضا بعد الفراغ، لما نجد بعد الفراغ فعل حتى اذا كان قبل الفراغ مكان زمان اي شيء موجود قبل الفراغ فنستعمل كي. لا فام المرأة كوتو كني اللي انت تعرفها اي نوتر ديغتريس، هي ديغتريس يعني مديرتنا او المديرة. فهنا بعد بعد الفراغ لقينا فاعل وفعل، وهذا الفعل واضح فعل كنيتخ فاستعملنا ضمير الكو. هذا السؤال عليه 10 درجات. عندنا هنا سؤال الجمع بلوغيال، هنا سؤال نعرف من منطوق السؤال كلمة بلوغيال الجمع. بالجمع ايضا عندنا كلمات، عندك خمس كلمات تختارهن منهن ستة مطيق نختار نحولها الى جمع. موضوع الجمع سهل جدا. ان بارون يعني الوالدين، دي بارون دي بارون، هنا الان
article ديفيني أصبحت دي وضفنا إس. الأوي كلمة شاذة عين عيون، والشاتو شاتو قصر، والفيس ولد، نفسها ما تتغير لأن عندنا الصفة اللي تنتهي بالإس تبقى على حالة. وهاي أيضا هذه الكلمة أيضا نضيف لها بس إس. وجونتي أوم يعني رجل، والأوم رجال، هاي جونتي يعني لطيف، ضفنا إس، وهنا أيضا ضفنا إس. موضوع الجمع سهل جدا وعلي 10 درجات، وأنا في الغالب أنصح الطلاب يعني أول سؤال أو أول فرع يحلو هو موضوع الجمع، وهذا الحل مالتهم متكرر يعني طبعا مرتين متكرر عدة قدامك. عندنا هذا السؤال الثالث، السؤال الثالث سؤال مهم ومهم جدا. السؤال الثالث هذا السؤال هو ضمائر الإبخونو، ضمائر التعويض. ضمائر التعويض احنا قلنا مجموعة من الضمائر، نركز عليهن ونحلهن بشكل واضح. عندنا هنا اسكو اسكو ال تو دوني اني دي، فهنا نركز في الغالب، في الغالب احنا قلنا هذا السؤال نركز على علامة الاستفهام وبالقرب من علامة الاستفهام. هذا شنو هنا اكو يوم علامة الاستفهام، هذا اركز عليه، انا اركز على مود اعرف. هذا هنا عوضنا بالضمير الان، وهذا تو اصبح مو، هذا تو اصبح مو، اسكو تو صارت مو، التقاء علة بعلة، اوكي التقاء علة بعلة اون دو. وغالبا الضمير يكون يعني يكون بعد الفاعل ويكون قبل الفعل. الي اسي او فون دو لا غلاس، هذه علامة الاستفهام، وهاي او فون دو لا غلاس، هاي او فون دو لا غلاس هنا يعني الجلاس هو الصف، فهو هذا مكان، فذلك المكان عوضنا عنه بالإغريك نو إيل نو إيبا آسي، واسم المفعول يكون بعد ال بعد البا. آتو بوكو دو فوتو، هذا البوكو دو فوتو أيضا علامة الاستفهام، دو وبعدها اسم، دو وبعدها اسم نعوض عنها بالأون بالضمير الأون، وي شو أون إيه بوكو، ونحتف يعني نكتب كلمة هذا البوكو. أربعة أوبسيرفي فو لي ريغولمون، هذا واضح جدا وسهل جدا، تعويض مباشر جمع، فهذا الضمير لي وي الفو تحولت إلى نو وضمير التعويض، وهذا الحل كلش واضح. ملاحظة بسيطة، عندما يكون عندك ضمير الفاعل الفو، هذا الفو، هذا ضمير الفاعل الفو، تحوله إلى نو، ممكن تحوله إلى جو، إذا حولت لجو هنا ما تضيف الـ ONS، يعني تصرف هذا الفعل، تصرفه ويا جو، وإذا حولته إلى نو تضيف الـ ONS. Pensez vous que l'examen soit sur l'internet؟ وي جو لو بونسي، أيضا هذا سهل، ما عندك بيه شيء. تو ايكوت سو غارسون شونت، هنا عندنا ملاحظة بسيطة، هو سو غارسون لو غارسون يعني تعويض مباشر. شونت هنا عندنا فعلين بالجملة، هنا فعل مصرف وفعل بحالة المصدر، لذلك يكون الضمير هذا هنا راح يكون الضمير قبل المصدر، اوكي؟ هنا العفو، لأن فعل من فعل من أفعال الشعور، فيكون هنا التعويض ما يصير قبل المصدر، لأن هذا من أفعال الشعور، الإيكوتي والأونتون، أوكي، والغوغاردي والبواب، فهذه الأفعال صار هنا هذا الضمير التعويض. هذا السؤال قلنا عليه 15 درجة، هو واضح أمامك. بوزي دي كاستيون، هنا يقول إن بوزي دي كاستيون طرح الأسئلة، هذا السؤال أيضا اوكي، يعني اعزائنا الطلبة بوزي دي كيستيون ايضا طرح الاسئلة. هذا سؤال يجي عليه 10 درجات. الكي تسأل عن الشخص، والكو ماذا، الكون متى، الكمون كيف، الكلاج كم العمر، واكلاب. اذا نجي على هذا السؤال، نريد نحل هذا السؤال،
هذا السؤال إذا ردنا نحله أعزائنا الطلبة، هذا السؤال ما نجي نحل الجمل يعني بالسرعة، أباو على هاي الجمل. طبعا هذا السؤال السر اللي بيه هو اللي ما بعد علامة الاستفهام. نشوف هاي علامة الاستفهام، هاي علامة الاستفهام، ما بعد علامة الاستفهام هو اللي يرشدنا للحل. فهذه الكلمات أنا أول ما أجي أرد أحل هذا، أدور على هذا، هاي أكلير، أشوف كلمة أغ، هذا كلمة باو على النقطة الرابعة. لا كونفيانس كومونسيتيل، يعني المؤتمر يبدأ. حتى لو ما أعرف معنى هذه الكلمة هنا، أ ديز أغ، واضح هذه كلمة أغ موجودة، وهذه فكالير اكالير لا كونفيونس كوموس. متى يبدأ؟ حليت اول وحده، هذه لما احلها اشطبها بالقلم او اشرها احاوطها على مود استبعدها. اجي الكلمه الثانيه اللي ارد احلها، اشوف هاي كلمه دوما، دوما يعني غدا، ابخي دوما هو بعد غد، فهناي غدا مثلا هنا كلمه دوما، او حتى اذا لقيت كلمه سوسوار هذا المساء، او حتى اذا القي سوماتان، اوكي، او القي مثلا بعد يعني لاني بخوشين مثلا. فلما القي ما يدل على الزمان، مثلا قلنا دوما، ابخي دوما، سوسوار، سوماتان، هاي الكلمات لما نلقيهم بعد علامة الاستفهام نستعمل الضمير هذا الكون. كون اليفو على لبغيغي، متى تذهب الى المكتبة؟ أبخي دوما اللي هي بعد غد. فهذه الكلمة، هذه الكلمة واضحة، هاي حلينا اثنين. هاي أيضا هذه لما أحلها أحاوطها أتركها. فنجي لما نريد نحل أيضا بعد هنا عندنا الضمير الكي، هذا أيضا سهل، أدور وين أكو شخص يعني بهذا اللي ما بعد علامة الاستفهام. افيك دي كوليغ، كوليغ او دي زامي، هنا حتى الاقي دي امي، دي زامي، كلمة اصدقاء، اوكي. فلما الاقي هنا هذه كلمة زملاء، هنا افيك كي توفا، انت سوف تخرج، افيك دي كوليغ، مع زملائي، مع اصدقائي، افيك مونامي، افيك مون بير، ايضا ممكن. هاي ثلاثة صار حلينا. فنيجي نرجع لأول جملة، سوفيو، سوفيو هاي متكررة مرتين، سوفيو اتيل، يعني هذا الكبير العمر، سوفيو اتيل يعني قد عمره، سواسون ديزون يعني عمره 70 سنة. هذا رقم لازم انت تعرف الارقام، وهذا مبين رقم. كلاج كم العمر؟ هنا عندنا الثانية، فاسيل، فاسيل هي عكس الديفيسيل، سهل. كومون لي كيستيون ايتي تل، يعني شلون كانت الأسئلة، كيف تكون الأسئلة، فاسيل. كوفي تل، ماذا هي تعمل، ليغ، هي تقرأ مثلا أي شيء، تقرأ ان روما، ان ليفغ، فليغ يقرأ، ماذا تفعل. وبهذا يعني هذا السؤال حل يكون سهل وعليه 10 درجات. السؤال اللي بعده هو حروف الجر. طبعا حروف الجر مو فد شيء سهل باللغة الفرنسية، لكن الحلو اللي بيهن حروف الجر تجي على شكل، في الغالب شكل اختيارات. سوغوما هذه الرواية أباغتيان تعود إلى فيكتور هيجو، إلى فيكتور هيجو. لي جون سو بريسبيت يتجهون فيغ لو باس، طبعا هذا كلمة فيغ نحو موجودة بالمحاورة الأولى، هو بوكان كلمة لو باس موجودة فيغ لي فواتير، يعني ذول المسافرين لما موجودة بالحوار الأول لما ينزلون من المترو يتجهون فيغ لي فواتير نحو السيارات، فيتجه فيغ نحو لأنها سوغ علامة يصير. غوغارد سو هذا شاهد، يلغيسك بلوفوار، بلوفوار تمطر، فعل في حالة المصدر، من نلقي فعل في حالة المصدر نستعمل دو في الغالب. إليا دي انفلوب دون لا بوا، اكو ظروف بالصندوق، او ليتر في بوا، او ليتر او بوا او ليتر، ما يصير نستعمل الدي، او ليتر جمع.
جنو دور بابيان، أنا لم أنا جي مال، هذا هو المال نستعمل ألا مو دولا، ما يصير لأن ألم جي مال ألا دون، عندي ألم بالدون يعني بالسن. هنا أيضا تومبي لا غيفيغ دائما أيضا موجودة بالمحاورة الأولى بالحوار، هذا الدون حرف جر بمعنى في داخل النهر، لا غيفيغ دون لا غلاس دون لا شومبر، وبعد دائما هذا حرف الجر يجي بعده يا اما لو او لا او ليه. هذا بالنسبه حروف الجر عليهم 10 درجات. السؤال هذا السؤال تصاريف الافعال، طبعا هاي اول مره في هذه السنه بال21 في يعني اجى اختيارات، فحل السؤال هذا عليه 20 درجه طبعا مهم. مون بير هنا الزمن، بارتيغا هاي اشرح لهذه انتبه عليها، هذه هي اللي راح ترشدنا للحل، يعني هذه من ابا وعنا الفاعل، واشوف الفعل هنا محلول بالمستقبل، اوكي لازم القي هنا مستقبل ادور، ما زال هذا بالمستقبل، كان مستقبل البسيط الفتيخ سام، ايضا يا اما اجد فتيخ انتخير او القي بعدها هو ايضا فتيخ سام. ان ممتون، هذه ان ممتون يعني في نفس الوقت، فما زال في نفس الوقت هنا خلانا الفعل هذا الانفويه، هذا الفعل انفويه يرسل هنا ايضا صار بالفتيخ سام. هذا الحل مالته، وانتبه الى هذا، انتبه الى حل هذا الفعل. بعد سي ليغو ايتي، يعني هنا عندنا سي وبعده هنا عندنا سي وبعده فاعل والفعل بالانباق فيه، فهنا يكون الحل عندنا سي وراء امبارفي يكون بالشرط الكونديسيونيل بخزون. اشوف وين الشرط المضارع، هو هذا الشرط المضارع، الفعل في حالة المصدر مع اضافات الامبارفي، فهنا ما يصير ما ترهم للمضارع، هنا فتيخ سامبل وهنا فرق حرف واحد، تنتبه عزيز الطالب، فهذا يكون الحل. هنا عندنا السبجونتيف، عندنا هذا الفو كو، الفو كو هذا كله تأشرة تنتبه عليه، فلازم هنا راح نلقي الحل، هذا الإشارة هو هذا اللي راح يشير لنا مثل ما هنا انتبهنا، لأن عندنا سي وعندنا امبارفي أيضا، هذا عندنا سي وامبارفي يكون الحل بالشرط المضارع، هنا عندنا الفو كو سبجونتيف، فالفعل فيغ بالسبجونتيف يكون فاس، هنا بالمضارع ما يرهم، وهنا بالامبارفي أيضا ما يرهم. هنا جو جو جاشتي، هنا جو انتكيت كون جو، هنا هذا الفعل بارتيغ العفو بخوندغ، هذا الفعل بالفتيخ سام تنتبه عليه، الشرع بالفتيخ سام، فهنا عندنا هذه أداة حسب الأسبقية طبعا، هنا عندنا لأن هذا الكون من الأدوات وأدوات الربط اللي لها علاقة بالأسبقية، فهنا فتيخ سام، هنا راح نشوف لازم عندنا فتيخ أنتخير، هنا بالشرط المضارع ما ترهم، وهنا بالإمباخ في ما ترهم. بوفوار فعل بوفوار، بوفي فو مو ايدي سيل فو بلي، فهنا أيضا طبعا مستحيل ترهم هذه، لأن أظن الفاعل ما يرهم وياه، هذه نستبعدها تماما، ممكن هذا وممكن هذا، هنا ما يصير الحل، فهنا لازم لان هنا بالانباخ فيه ما يصير الحل، فهنا عندنا لازم تحلها بالفتيخ سام، يعني شوف انت الاقرب للحل. هنا عندنا من الان لازم الحل يكون بالحال الجيغوندي، وهاي الجمله الوحيده اللي بها حال، اوكي ا ان تي، اوكي من هذا الى علاقه بال ا ان تي. كون الى بخي، هنا باسا كومبوزي هذا نأشرها، نقول هذا زمن باس كومبوزي، وعندنا أداة هذه أداة الرابط الكون، ما زال هنا باس كومبوزي ممكن هنا راح نلقي الحل راح يكون بالأسبقية، لأن هنا عندنا لازم نلقي امباخفي أو نلقي بلوس كوباخفي، فالحل هو يكون بلوس كوباخفي، وهذا الحل بالبلوس كوباخفي، هنا مستحيل فتيخ سام ترهم، لأن عندنا احنا ماضي، مستحيل هذه ترهم، ومستحيل فتيخ أنتخير أيضا ترهم، ما يرهم غير هذا. هذا الزمن اللي هو بلوسكو باخفي. 8 سي تو بيرد،
عندنا هنا سي، والفعل في حالة المضارع. أوكي، الفعل بالمضارع، فانتبه عليه. ممكن الحل يكون مضارع، ممكن الحل يكون فتيخ بخوش، ممكن الحل يكون بالفتيخ سام. فهنا عندنا الفتيخ سام، هذا مستحيل يرهم، وهنا أيضا ما يرهم بشرط المضارع. فهنا نحله بالفتيخ سام اللي هو أقرب للحل. الإغستيرا هنا فتيخ، هنا عندنا انتبه عليه، هذا فتيخ سام طبعا. سوغ لبلا جوس كاسكو حتى لو سولي، هذا ما زال جوس كاسكو، هذه من أدوات السبجونتيف. فهنا الحل كان بالسبجونتيف. أوكي، هاي انتبه عليها جيدا، أداة الربط. بوندونكو هنا راح تكون تزامنية، يعني في نفس الزمن والزمن الأقرب، يعني ما عندنا أسبقية. فهنا احنا عندنا بوندون كو، اشوف هذا الزمن بالمباخفي، في اما القي باسا كمبوزي او اي جمباخفي، لقيت مباخفي، هذول اثنيناتهم ما يرهمون، فتيخ سام هذا ما يرهم. فهنا مباخفي ممكن نحل مباخفي، ممكن باسا كمبوزي. اللي نيسيسير ايضا هنا ما زال عندنا نيسيسير، يعني ضرورة، وهنا يكون الحل بالسبجونتي. فعل باختي هو يلفو، حله سهل جدا، هذا ما يرهم لان مضارع، وهنا ما يرهم ايضا. هنا الحل، فهذا الحل بالسبجونتيف، هذا الحل بالنسبة إلى يكون الحل بالسبجونتيف. إلى هنا أعزائنا الطلبة، إن شاء الله ينتهي درسنا، هذا الدرس الأول اللي حلينا به نموذج من الأسئلة الوزارية. إن شاء الله نكمل وياكم في دروس قادمة بقية الأسئلة، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.